واصلت وزارة الداخليه حملاتها اليوميه لمتابعه اسعار السلع الاستراتيجيه وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي تمكنت خلال 24 ساعه من ضبط 503 قضايا تموينيه بمضبوطات بلغت اكثر من 139 طن مواد غذائيه وغير غذائيه ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومه تم ضبط اكثر من 13 طن وفي مجال عدم الاعلان عن الاسعار بقصد البيع ب أزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 126 طن وأما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 727 قضية من بينها 147 قضية خبز ناقص الوزن و139 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، تم ضبط خمس قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 25 طن أقماح محلية